أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، نعرض لكم هذه التغطية الخاصة لمناقشة ما بات يوصف بكارثة نفوق الأسماك في العراق وتداعيات ذلك اقتصاديا وبيئيا، حيث اتسعت رقعة النفوق إلى 5 محافظات تسببت بوقوع خسائر قدرت بعشرات المليارات من الدنانير، فضلا عن تحذيرات من وقوع تلوث بيئي نتيجة تفسخ أطنان من الأسماك الميتة التي ما زال الكثير منها لم يتم التخلص منه. كما وتتواصل إطلاق الاتهامات بأن الأمر حدث بفعل فاعل وليس كما تحاول وزارة الزراعة الترويج له بأن النفوق حدث نتيجة انتشار مرض تعفن الخياشيم وأنه مرض ثمانيني حسب وصفها. كما سيكون معنا ضمن تغطيتنا لهذا اليوم في الاستوديو الأستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي العراقي، أهلا ومرحبا بك. حياكم الله، حيا مشاهدي قناتكم الكريمة. حياك الله. وأيضا من عمان سيكون معنا عبر سكايب عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، ونحن بانتظار انضمامه إلينا. وقبل مناقشة محاور تغطيتنا لهذا اليوم نتابع معا هذا التقرير. لم يكونوا يرونها مجرد مورد رزق لهم، بل علامة فارقة في الاقتصاد العراقي الذي يعاني أزمات خلفت آلاف العاطلين عن العمل. لا يزال الغموض هنا يلف حادثة نفوق وتسمم الأسماك التي كان من المفترض تسويقها للسوق الخارجية والداخلية، وتأتي تزامنا مع إعلان العراق اكتفاءه من هذه الثروة. بالنسبة لمحافظة ما بتصديرها يوميا يعتبر عشرات الطنون من السمك، هسه حاليا ما تملك إذا بعد فترة الزمن 5 أيام 6 ما تملك حتى تصدر لها طنين من السمك، وهي تعتبر انهيار للثروة السمكية وانهيار لاقتصاد البلد. يعتبر يعني يرجع المسات اللي يصير الكيلو ماله ب10 و12 ألف دينار وماكو فقير بعد ياكله. توقيت الكارثة الحاصلة بحسب المزارعين والعديد من الناشطين وجه سهام الاتهام لجهات تهدف إلى تخريب الاقتصاد العراقي من خلال تسميم ثروته السمكية. يعني بليلة بيوم وبالتحديد صارت هذه المصيبة بالزيارة، الطرق كلها مسددة، صارت وكأنما شغلة يعني مقصودة. من جانبها نفت وزارة الزراعة إلقاء مواد سامة بنهري دجلة والفرات، حيث يقول المزارعون إن المشكلة وقعت بجانب المحطة الحرارية في بابل وانتشرت بشكل كبير، مبررة ما جرى بأنه يأتي مماثلا لمرض انتشر في ثمانينات القرن الماضي. لكن هذا النفوق بهذه الأعداد الكبيرة بحسب مهندسين بالبيئة ومزارعين ينسف ما ذهبت إليه وزارة الزراعة، حيث انتشاره بهذه السرعة في 5 محافظات عراقية ينافي الرواية التي تقول إن سبب النفوق هو نتيجة لتعفن الخياشم الذي عادة تظهر آثاره خلال فترة زمنية طويلة وليس خلال أيام. أكيد فعل فاعل، يعني هي تجي إصابة وما تجي إصابة، دائما تجي إصابة بشهر العاشر، ولكن تأخذ نسبة قليلة تتعالج بالبرمنغنات البوتاسيوم أو الأملاح، نعالجها نعالج الأفقاس فقط يصير بالفقس، أما اللحوم من توصل السمكة كيلو وين ما يصير بها أي مرض، حتى إذا صار بها مرض وحدة واثنين توقع شيء طبيعي، ولكن هاي إبادة مقصودة. أمام هذه الكارثة يبدو أن الحكومة الجديدة في العراق تسير على منوال سابقاتها، تلتزم وضع المزهرية، لا تحرك ساكنا ولا تقدم تطمينات للمزارعين الذين وقعوا في أزمة مالية وأخرى بيئية قد تمتد آثارها لسنين عديدة بعد تلوث نهري دجلة والفرات بهذا الشكل الكبير. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير، بداية قبل أن نتعمق في الموضوع، الموضوع بشكل عام نفوق الأسماك بهذا الكم الهائل 1500 طن أو أكثر، وقضية نفوق الأسماك في العراق كيف تنظرون لها؟ يعني أنا أنظر لها كما ينظر لها أي مواطن عراقي يعيش المأساة التي هي في العراق، الذي لا يكاد أن يخرج من أزمة إلا ويدخل بأزمة جديدة.
يعني نحن كنا يعني على قبل يعني أيام وأسابيع من موضوع تسمم المياه في البصرة والحالة المأساوية التي عاشتها، حالات الإصابات العديدة، ولحد الآن لم يتم الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة الصحية. الآن تخرج إلينا شغلة جديدة بنفوق هذه الأعداد الكبيرة من الأسماك بسبب مجهول، والتبريرات التي قدمتها وزارة الزراعة لا تقنع أي شخص. يعني أنا فقط يعني أنا لست طبيبا بيطريا، ولكن بتفكير بسيط، هل يا ترى مرض كان يعني موجود مستوطن في العراق منذ الثمانينات يتم بهذه خلال يوم أو يومين نفوق أعداد كبيرة من الأسماك؟ يعني عقلاً لا يمكن استيعابها. الموضوع يعني ظاهرة لا تخرج إلا عن تسمم بفعل فاعل، هذا الذي يعني وكأنما عندما ترى الأسماك وهي تطفو على سطح المياه، هذه الظاهرة لا يمكن إلا من خلال صعقة كهربائية أو رمي قنبلة كنا نعلمها في الأنهار ومنطقة الصيد، نعم. لكن أن تكون يعني حالة تشمل عدة محافظات، يعني مجاري الأنهار أينما تمشي منذ يعني الطارمية من جهة ومن ديالة ونزولا إلى جنوب العراق، معناها أن مصادر التسمم حصلت في تلك البقعتين وامتدت مع مجرى المياه إلى أن وصلت إلى المحافظات الجنوبية. والتوافق الذي حصل كما ذكر بالتقرير أحد المواطنين يقول لماذا هذا التسمم حدث في موضوع الزيارة الأربعينية ودخول أعداد هائلة من الإيرانيين إلى العراق، ظهرت هذه الحالة. كذلك أن قبل أيام أعلنت وزارة الزراعة بأن العراق قد وصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من يعني مادة السمك، بحيث أنه العراق ليس في حاجة لاستيراد هذا المنتوج الحيواني من دول الخارج. وجاءت هذه يعني الكارثة في المؤثرة على الاقتصاد العراقي في هذه الأثناء، وهذا حتى يمكن أن تربطه بسلسلة الحرائق التي كانت تحدث في الأسواق الضخمة في بغداد، مثل سوق الشورجة، لأنه يعتبر منطقة اقتصادية ضخمة ومهمة بالنسبة لبغداد والعراق بشكل عام. لذلك تحدث غالبا ما يعني تحدث حرائق ضخمة ويعزز السبب إلى تماس كهربائي أو يعني أشياء غير مقنعة. لماذا لم كانت تحدث مثل هذه الحوادث سابقا؟ هذا الأمر وكأنما مدبر، كأنما يراد لهذا الشعب العراقي أن يكون مستهلك دائما، يستورد المواد من الأبرة لحد السيارة، يكون مستوردا من دول الجوار وبالذات يعني إيران. هذا يعني الأمر واضح لا يستحق يعني طول التفكير. ولو كانت هناك يعني حقيقة تحقيقات نزيهة ومحايدة لتم الكشف عن المسبب الحقيقي. نعم. الأمر يعني لا أظنه هو مجرد مرض يعني ظهر بشكل طبيعي، إنما بفعل فاعل، وهذا ما قاله حتى بعض النواب. يعني فايق الشيخ قال بمنتهى الصراحة أن هذه الكارثة حدثت بفاعل وليست كانت عرضية أو شيء. من قبل التحقيقات وقبل أن يجدوا المتسبب لكانت هنالك محاسبة للمقصر من قبل الجهات الحكومية التي مسؤولة هي عن هذا الجانب من الثروة الحيوانية العراقية. أنتقل بالسؤال إلى الشيخ عبد القادر النايل الذي ينضم إلينا من عمان عبر سكايب. حياك الله شيخ عبد القادر. اهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام وبضيفك الكريم. شيخ، يعني الاستاذ نظير والتقرير قال ان هذا المرض هو مرض متاصل وهو تعفن خياشم الاسماك، لكن لم نسمع عن هذه الحالات الا في الاونه الاخيره. يبدو ان هنالك تقصير في معالجه هذا الامر، يبدو ان هنالك تقصير من جهه ما. لماذا يعني اليوم بالذات يكون المرض مميت لهكذا عدد كبير من الأسماك؟ بات واضحا لكل المراقبين ولا سيما الشعب العراقي أنه عملية تدمير الثورة العراقية منهجا واضحا منذ 2003 إلى يومنا هذا، وبالتالي هذا التدمير الممنهج ليس فقط جرى على الثروة الحيوانية،
إنما سبقته قبله الثروة الزراعية وحتى الثروة النفطية، العراق لا يستفاد منها شيئا، وبالتالي لكن هذه ثروات طبيعية العراق يمتاز بها على مر السنين، وبالتالي هو يستطيع أن يكيف نفسه وفق كل منظومات، ولذلك عندما استخدمها أيام الحصار استطاع أن يتغلب على الحصار الاقتصادي الذي طبق 100%، عكس ما الآن حقيقة إيران فتحت لها منافذ ثانوية أخرى، وبالتالي أصبحت تستطيع أن تتنفس شيئا. لذلك التدمير الثروة الحيوانية هو منهج يعني واضح تماما، سبقته قبلها عدة يعني أمور. هذه الأمور حقيقة منها التصحر الزراعي الذي هدد المواشي بطريقة واضحة، وأصبحنا نستورد كل ما من شأن أن ينتج من المواشي أو المواشي ذاتها من إيران، وبالتالي اليوم تأتي تدمير الثروة السمكية التي أصبح العراق يعني رغم كل ما موجود، لكن هذه الثروة هي حقيقة رزق إلهي للشعب العراقي. اليوم عندما يتم تدميرها بهكذا إطار، هذا يؤكد على أن العمل ممنهج لإنهاء الاكتفاء الذاتي للشعب العراقي، وبالتالي هم قطعوا الأنهر عن دجلة، لكن الفرات بعيد عن يعني حماقات إيران وتجاوزاتها على الشعب العراقي، وذهبوا باتجاه حقيقة نفوق الأسماك من خلال مواد كيميائية، حسب شهود عيان يروون لنا أن هناك ميليشيات متنفذة حقيقة هي من ألقت بالسموم الكيميائية لنهر الفرات ومن عدة أماكن، واليوم يتضح تماما على أنه عدة محافظات جرى فيها عملية الجريمة المنظمة ضد الثروة السمكية في العراق. ولذلك عندما نقول أن هناك نفوق ما يقارب إلى هذه اللحظة مليون سمكة والعدد يتزايد، هذا يؤكد على أنه حقيقة العمل ممنهج والعمل فيه تدمير للاقتصاد العراقي. نتكلم عن الأيام الأولى التي بدأت هذه الأزمة، وقد خسرت هذه الثروة السمكية 6 مليار دينار عراقي، وبالتالي لا زالت الخسائر متتالية، فضلا على أنها حقيقة رزق لكثير لآلاف العوائل الذين حقيقة يعتاشون عليها. لذلك حسب شهود العيان الذين أكدوا لنا من محافظة بابل، رغم أن هناك صراعا سياسيا بين طرفين سياسيين في بابل، ما بين سائرون وما بين حزب الدعوة الذي نصب بالأخير محافظا لمحافظة بابل، ألقى بظلاله على التسريع في عملية تنفيذ الخطط الإيرانية من أجل حقيقة كسب مكاسب سياسية واضحة، إلا أنها ألقت بظلالها على الشعب العراقي وعلى هذه الثروة المهمة، وبالتالي عملية تسميم الأسماك في نهر الفرات وعملية حقيقة إيذاء ماء الفرات هو دليل واضح تماما على تصرف وكلاء إيران من الميليشيات. اليوم ننظر إلى أنه في محافظة الأنبار في منطقة السقلاوية ظهرت هذه النفوق الأسماك، وأيضا عملية التعفن وعملية نفس الإطار، وهي هذه المناطق خاضعة لميليشيات على نهر دجلة معروفة. لذلك حقيقة هو العمل ممنهج بطريقة واضحة. أستاذ نظير، يعني وزارة الصحة تقول أن 1500 طن من الأسماك النافقة رفعت خلال 24 ساعة الماضية في بابل فقط، يعني هل نحن أمام كارثة حقيقية؟ فعلا كارثة حقيقية. هل الأمر يعني أنت لك أن تتخيل أن هذه الأنهار مجرها إلى جنوب العراق، فمعظم يعني حقول تربية الأسماك هي عبارة عن أقفاص داخل هذه الأنهار، وبالتالي فإن السموم القادمة منذ يعني الأماكن التي ألقيت فيها وسوف تستمر إلى حد ما تصل إلى البصرة، وهذه الحقول يعني تربية الأسماك كلها مهددة بهذا التسمم الذي يحصل في المياه. فأمام نحن أمام يعني كارثة حقيقية. ليس الأمر فقط على الثروة السمكية، يجب أن يعني تتصور أن هذه المياه نفسها أصبحت مياه مسممة، وهي ممكن أن تصل إلى محطات التحلية التي يعتمد عليها الناس لشرب الماء. هو لك تتخيل أنه ممكن حتى هذه الكارثة تنتقل من
كارثة الأسماك إلى كارثة على البشر في المناطق الوسط والجنوب. نعم. ليس أيضا في حتى في يعني من المواد الكيميائية الملقاة، إنما حتى من التعفن الذي يحصل في لهذه الأسماك النافقة. يعني الموضوع فعلا خطير ويحتاج إلى جهد كبير. لا أعتقد أن الحكومة العراقية قادرة على معالجة هذه الأزمة بسهولة. فعلا نحن أمام مشكلة كبيرة. نعم. شيخ عبد القادر، يعني عمليات النزوح من البصرة والمحافظات الجنوبية ازدادت خلال الفترة الأخيرة بعد تلوث المياه، ماذا يعني ظهور الأسماك النافقة في المحافظة؟ من المعلوم أنه حقيقة كل ما زادت عملية الضغط على هذه على 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 الناس تزداد عملية هجرتهم، وقد نبهت كثير من الصحف الدولية خصوصا الصحف البريطانية على أن هناك هجرة عكسية منذ ما يقارب عدة أشهر في بداية تظاهرات البصرة ستكون من هذه المحافظات، وقدرتها ربما ستكون بأربعة مليون نسمة سيهاجرون ويتركون المناطق. وبالتالي بالفعل اليوم الهجرة موجودة في العمارة والبصرة خصوصا من المناطق الريفية بسبب حقيقة أزمة المياه وتلوث المياه. واليوم عندما تتلوث عملية الأسماك أيضا سبقتها التصحر الكبير للأراضي الزراعية التي يملكونها، هذا كله حقيقة يدفع بهجرة الناس، وهذا حقيقة مشروع إيراني معلوم تماما للسيطرة على أهم حقول النفط في البصرة عندما يتركها أهلها. ولذلك حقيقة عندما ترى أن هناك غض طرف حكومي عن جريمة أو عن حادثة موجودة في العراق وتستر إعلامي حكومي تؤكد على أن الجريمة هي لإيران، لذلك رأيتم كيف رافقت عملية نفوق الأسماك والتلوث البيئي الكبير الذي نتج عنها سكوت مطبق للحكومة، واكتفت بمجموعة أوراق أصدرتها وزارة الزراعة، ومن ثم هناك حقيقة تغييب إعلامي لما يحدث من تداعيات هذه الأزمة، لأنه كما أشار ضيفك هناك تداعيات خطيرة ما بعد الأزمة وليس الأزمة نفسها، لأنه نهر فرات يعتمد عليه حقيقة نسبة كبيرة من السكان العراقيين في نقل المياه من مباشرة من نهر الفرات إلى المستهلك، ويعني حقيقة رغم أن هناك عدم وجود تصفية وعدم وجود منه مجلس محافظة بابل شيخ عبد القادر أن هنالك تفاقم لقضية نفوق الأسماك من يعني وتحذير من وصولها إلى محطات التحلية بالمدن، يعني إن وصلت الأسماك النافقة المسممة إلى محطات التحلية برأيكم كيف سيكون المشهد؟ المشهد سيكون كارثي، لأنه نتكلم اليوم عن محافظة بابل. اليوم الجريمة بدأت تظهر في ديالة وفي الأنبار وفي واسط أيضا، هذه قضية ينبغي أن حقيقة يسلط الإعلام عليها. عصر هذا اليوم بدأت أعداد كبيرة من النفوق في منطقة الصقلاوية في الأنبار وفي ديالة وفي واسط، وهذا حقيقة سيؤثر ليس فقط على بابل إنما على هذه المحافظات، لأن كل المناطق التي ظهرت فيها نفوق الأسماك هي مناطق تحت سيطرة ميليشيات الحشد الشعبي، أقولها بصراحة. وبالتالي عندما تكون هذه المناطق محرمة على الوصول للمواطنين بحجة أنها طرق عسكرية يؤكد على أن الذين ألقوا بجريمتهم في المواد الكيميائية في نهر الفرات هم من ذات هذه الميليشيات، وبالتالي هذه الميليشيات معلوم أنها تنفذ الأجندات الإيرانية. لذلك القضية ينبغي أن نذهب إلى ما المادة التي حقيقة وضعت في نهر الفرات، ليس القضية سم عادي أو سموم معينة، إنما القضية قضية بيولوجية كيميائية ألقيت في نهر الفرات، وبالتالي هذه جريمة أخرى لتسمم المياه. اليوم حقيقة تداعياتها ستكون كارثية على المواطنين لأنهم سيشربون هذه المياه، ومعلوم لا يوجد محطات تصفية مياه بدرجة كبيرة، إنما المحطات محطات عادية فقط تنقل المياه مباشرة من نهر الفرات إلى المستهلك إلى المواطنين، وبالتالي نهر الفرات هو عذب رغم أن هناك تلوثات، لكن الناس حقيقة تشرب هذه المياه ولم يظهر عليها سوء في الفترات الماضية. الآن ما بعد نفوق الأسماك وما بعد جريمة إلقاء المواد الكيميائية داخل نهر الفرات هناك أزمة ستمس حياة البشر وحياة الناس بطريقة واضحة تماما، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أنه لا يوجد حتى حقيقة تحرك لعلاجات مهمة أو لمعالجات أساسية نعم. تقضي استدعاء
تحضير المواطنين من شرب الماء، توفير مياه غير مياه الإسالات من أجل رفع الأسماك حتى يمكن فحص المياه. كل هذه الجهود الحكومية قابلتها حقيقة بالصم والبكم الذي يؤكد على أنهم مشاركون في جريمة ترويث البيئة والإضرار بالمواطن العراقي. أستاذ نظير، أنت أشرت إلى أن المشكلة بدأت في مناطق مثلا اليوم تظهر في ديالى وبغداد من حوضين نهر دجلة. نحن نعي أن تتحرك المشكلة من الشمال إلى الجنوب نتيجة لمجرى مياه نهري دجلة والفرات، لكن أن تكون المشكلة تظهر في الجنوب ثم تتصاعد تدريجيا إلى الأعلى، واليوم كما يشير الشيخ عبد القادر أنها بدأت بالظهور في أحواض الصقلاوية في نهر الفرات، أمر مستغرب. كيف نفهم هذا الأمر؟ يعني لا تستغرب أي أمر في العراق، فالمستحيل ممكن أن يتحقق بالعراق. يعني نحن نعيش في العراق، يعني حقيقة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، يعني نتفاجأ بكوارث يعني لم تحصل في بلدان أخرى، بل لم يشهد يعني تاريخ العراق مثل هذه الحوادث. أنا فقط أريد أن أعلق على بيان وزارة الزراعة التي تقول يعني إضافة إلى أن هنا هو التهاب فيروسي لهذه الأسماك، تقول أنه ربما أن المربين لم يراعوا المعايير الصحية لهذه الأقفاص التربية. وأنا أقول لو أن كل يعني نجاح يعني اقتصادي بتربية شيء ما كان مهدد بمثل هذه المعايير، هذا الأمر يرجع إلى الحكومة نفسها أنها لم تضع المعايير صحيحة، وأن دور المراقبة هو دور بسيط ولا قيمة له. الأمر الآخر تعزي أيضا أنه ربما تكون أحد أسباب هذه الكارثة أنه هو التنافس الحاصل ما بين المربين، فيعني مربي لكي يبيع أكثر على حساب مربي آخر يضع السم، يعني تفسير غير منطقي. ولا يعني أنا لو افترضنا أن هذا التفسير صحيح، ما هو دور الحكومة لحماية المواطن وحماية هذه الثروة الحيوانية؟ وعلى هذا الأساس لو كان كل مربي يريد أن ينتقم من منافس له ويضع له السم، ما يعني تخيل أنه ممكن إنسان يريد أن ينتقم من الشعب كله ويضع السموم في الأنهر هكذا بدون وجود لا لدولة ولا لمراقبة للأنهار ولا أيضا. هل هذه تجربة جديدة على العراق؟ هنالك الكثير من الأحواض التي تعيش منذ عشرات السنين لم توجد فيها معايير ثابتة، ولم تحدث مثل هكذا كارثة. لماذا تحدث دائما في الحكومات التي هي ذات مرجعية إيرانية؟ أنا أيضا أريد أن أقول، أنا يعني ربما المستمع يقول أنتم كل شيء تلقوه على إيران، لكن لنفكر بشكل منطقي، الأمور منذ 2003 ولحد الآن لم تحدث مشكلة إلا وتجد الأصابع أو بصمات الأشخاص الموالين لإيران، سواء لم تكن إيران نفسها أو ميليشيات، ولربما يكون الإيرانيين بأنفسهم يعني ينفذون مثل هكذا جرائم. والموضوع تفسيره أيضا بسيط، يعني إيران على قول بهاء العرج الذي يجد العذر لإيران لفعلها مثل هكذا جرائم، يقول إن إيران من حقها أن يعني تدافع عن مصالحها. عندما كان يتحدث عن موضوع الكهرباء وكيف أن النظام الإيراني سعى لعدم إيجاد حلول لموضوع الكهرباء، لماذا؟ لأنه هو مستفيد بأكثر من مليار دولار سنويا يجنيها من تصدير الطاقة الكهربائية. نفس الحال الآن ربما السياسيين الحاليين يجدون العذر للتصرفات الإيرانية بتخريب العراق اقتصاديا واجتماعيا بسبب أنه هي دولة ومن حقها أن يعني تبحث عن مصالحها وتدافع عن مصالحها من خلال جعل العراق بلد مستورد لكل المواد الغذائية والمواد الصناعية التي تأتي من إيران. وبهذه الطريقة هذا منطق يعني منطق غير صحيح. يعني يا ترى هل كل دولة تريد أن تبني اقتصادها تبنيه على حساب خراب دولة جارة؟ هذا لا يبني علاقات دولية صحيحة، وسيجعل العداء مستحكم ربما لأجيال عديدة. ويعني التاريخ العلاقات ما بين العراق وإيران كله مشاكل، يعني منذ يعني فترة طويلة بسبب هذه التصرفات الإيرانية التي دائما ما تنظر إلى العراق
كقطعة من إمبراطوريتهم، ويجب أن يكون سيطرتهم على هذه البلاد هي سيطرة كاملة اقتصادية واجتماعية وحتى مذهبية. طيب الشيخ عبد القادر، يعني القضية الأهم هنا أن هنالك تقارير تتحدث عن أن نفوق الأسماك هو مؤشر على وجود أياد منتفعة على حساب البلد، هل تعتقدون أن هناك من يعبث في هذه الأزمة ومن تظن يفعل ذلك والأمر يمس حياة الناس؟ معلوم أنه ما يجري على حياة الناس ليس ذو اهتمام لأغلب الأطراف السياسية التي تحكم العراق، وعلى هذا الأساس فإن الأزمات التي تمر فيها العراق الذي يمر فيها العراقيون هي أزمات أغلبها بأيادي هؤلاء الأطراف السياسية التي تتحكم بالمشهد العراقي سواء من الناحية السياسية والاقتصادية. هناك فائدة مزدوجة، هذه الفائدة حقيقة تتمثل بهؤلاء الأطراف الذين يريدون كسب إيران في تنفيذ مشاريعها. ثانيا هم يريدون أن تكون هناك فائدة لإيران من خلال التغلب على الاقتصاد أو الحصار الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة، وتركت دول كالعراق بإمكانها أن تتعامل اقتصاديا مع إيران وهي بمنأى عن العقوبات الأمريكية، وبالتالي هذا حقيقة أيضا سابقة أخرى تدلل على أن الأمريكان لا يريدون إيذاء النظام الإيراني أو بالحد من قدرته على أقل تقدير بالوقت الحاضر، لأنهم فتحوا المجال للنظام الإيراني وفتحوا المجال لدول هي موالية بالأصل أنظمتها السياسية لإيران من التعامل التجاري بطريقة واضحة معها، وبالتالي هم لا يريدون كل هذه الدول، هم يريدون العراق. فإذا أردت أن تعرف من هو القاتل فتش عن المستفيد وليس على الأداة التي قتلت. اليوم إذا أردت أن تعرف من الذي دمر الاقتصاد العراقي فتش من هو الذي استفاد من تدمير الاقتصاد العراقي سوى النظام الإيراني، وبالتالي هذه الأزمة والأزمات الأخرى كلها من أجل التغلب على الحصار الاقتصادي من خلال الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها النظام الإيراني، وأخيرا ما كشف في الدنمارك وفي أوروبا من أنشطة واغتيالات وجرائم إرهابية يقوم بها هذا النظام. لذلك عملية تدمير الاقتصاد من الداخل هو بأيدي أطراف تتعامل مع النظام الإيراني، والنظام الإيراني يدعمها لتكون ذات قرار سياسي في العراق، وهذه الأطراف أيضا فيما بينها تنافس أيهما يكسب الود الإيراني. لذلك عندما بدأت المشكلة في بابل، من هم المتصارعون في بابل؟ المتصارعون سائرون بقيادة مقتدى وحزب الدعوة بقيادة علي العلاق الذي فرض ابن شقيقته محافظا على بابل، فبدأ الحقيقة الصراع كبير تماما. ولذلك الميليشيات المحسوبة وكما يقول شهود العيان في بابل هي سرايا السلام من ألقت المواد الكيميائية في نهر بابل، وبالتالي هذا التنافس من أجل حقيقة أن يكون هناك ود ومخاطبة ود إيران، لا سيما أن الطرفين إيران تريدهما، لكن أحيانا تفضل أحدهما على الآخر من حيث من ينفذ ومن يتجرأ على تنفيذ الإرادة الإيرانية داخل العراق من أجل أن يستفاد النظام الإيراني. على هذا الأساس حقيقة فإن هذا التدمير الاقتصادي الهائل الذي يحدث في العراق من أجل أن يكون العراق ممرا حقيقيا للبضائع الإيرانية ومنها الثروة السمكية. ينضم إلينا مشاهدينا الكرام من محافظة بابل الصحفي العراقي الأستاذ أحمد الحسناوي. أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد في هذه التغطية. أستاذ أحمد هل تسمعني؟ يبدو أن هنالك خلل في الاتصال مع الأستاذ أحمد الحسناوي، على أمل الاتصال به مرة أخرى ومعرفة ما يحصل من داخل المحافظة. أستاذ نظير، أنت ذكرت بهاء العرجي، طيب، وذكرت نقطة مهمة وهي أن من يبحث عن مصالحه يبحث عن مصالح مشتركة مع البلدان المجاورة، كأن تكون تجارة مشتركة، كأن تكون علاقات أخوية، لكن أن أبعث أو أن أرسل أشخاص ليدمروا هذا البلد، هذا ما لا نفهمه. السؤال هنا، لو كان الأمر معكوسا
هل تقبل إيران بذلك أم لا؟ يعني بالتأكيد أي دولة لا تقبل أن تكون هناك دولة أخرى تسعى لخراب اقتصادها يعني خراب صحة أبنائها، بالتأكيد سوف ترفض. لكن إذن السبب لماذا حصل ما حصل؟ أنا يعني أحاول أن يعني أفكر بالطريقة التي يفكر فيها الإيرانيون. الإيرانيون ينظرون إلى العراق كمنافس قوي لها بالمنطقة، وأن يكون العراق بلدا قويا اقتصاديا وعسكريا وفي كل المجالات معناها سيكون تحجيم لإيران التي تعيث بالمنطقة فسادا، سواء بالخليج العربي أو دول المنطقة كسوريا وغيرها من البلدان. لذلك هي تحاول أن تكسب الوقت أكثر وقت يعني ممكن، وهي الآن أصبح لها 15 سنة هي مسيطرة على الوضع بالعراق وتحجم من يعني إمكانيته أو أن يكون ندا لها. لذلك هي تسعى لكل شيء، وهي تعرف بالنتيجة أن هذا الأمر مؤقت، فهي تحاول بكل إمكانيتها تستنزف العراق بأشد ما تستطيع لكسب هذه الفرصة ويعني التقدم على العراق سنوات عديدة. ربما يجد العراق فترة طويلة ليحقق حالة التوازن. انضم إلينا مجددا الصحفي العراقي الأستاذ أحمد الحسناوي من محافظة بابل. حياك الله أستاذ أحمد. عليكم السلام. حياك الله أستاذ. عليك السلام سيدي. بداية يعني أنتم في داخل المحافظة، هل لك أن تنقل لنا الصورة الآن في قضية نفوق الأسماك وما يحصل في نهر دجلة؟ شكرا جزيلا. يعني الموضوع مهم جدا وله ارتباط وثيق بحياة المواطن البابلي بشكل خاص والعراقي بشكل عام. الحديث عن الإبادة الجماعية التي تعرضت إليها أسماك الفرات في بابل يعني قد لا غرابة ولا استغراب بشأنها. لماذا؟ لأن السمك العراقي معروف بطيبة طعمه ونكهته الدالة على أصالة أرض الرافدين، أرض الحضارات والتاريخ، وهذا باعتقادي هو بيت القصيد. أعني أن الأساس الذي يجب أن نبني عليه تحليلنا لهذه القضية هو المشروع الاقتصادي والتجاري العراقي، والذي قد لا يروق للجهات سواء كانت داخلية عراقية تتسم بصفة التابع والمتبوع أو جهات خارجية صديقة كما يسميها البعض. هنا عدة احتمالات أراها كصحفي وكمراقب ومحلل للساحة البابلية من حيث هذه القضية المهمة كأسباب استدلالية لكارثة الأسماك. الاحتمال الأول هو مخطط تم دراسته بإحكام من قبل يعني ما يسمى عناصر تنظيم داعش وخلاياه النائمة أو ما تعرف بولاية الجنوب، وهو احتمال مرجح بنسبة عالية لدى المراقب الأمني في بابل حسب التقارير الأخيرة الأمنية. قول أن داعش يحاول تعويض ما تكبده من خسائر عسكرية، وهي قد تكون إحدى أوراقه كاستراتيجية. الاحتمال الثاني لعبة تجار ومصالح ومنافع خاصة يراد منها ضرب منطقة وإتاحة المجال فيما بعد لمنطقة أخرى لتسويق منتوجها السمكي، وهو احتمال ضعيف بنظري كون التجار العراقيين تربطهم علاقات عمل وتبادل منفعة مهمة جدا. الاحتمال الثالث وهو الأهم عندي أستاذي الفاضل يجب التركيز عليه وهو الأكثر ترجيحا، ألا وهو مساعي دول إقليمية مجاورة للعراق سيما إيران لضرب الثروة السمكية العراقية وحركة رواجها التي باتت مسيطرة في الآونة الأخيرة على الساحة المحلية، ومن ثم تسويق منتجاتها للعراق، علما أن العراق يعد متنفس وشريان اقتصادي مهم لإيران. ما تعرضت إليه الأسماك من موت جماعي أراه من وجهة نظر الشخصية كمراقب ومستقرأ أنه لا يعدو إلا لعبة مصالح الأصدقاء الغرباء في نفس الوقت في ظل صمت الجهات الحكومية التي اكتفت فقط بحضور خجول من خلال تشكيل لجان لتقصي الحقائق وإرسال الوفود الرسمية متخذة من الكاميرات المرافقة لها ركيزة لبيان نشاطه الميداني. بل الأنكى من ذلك أستاذي وسيد الفاضل إرسال عينات من السمك المفجوع إلى الأردن بمعية فريق وزاري بإفاد رسمي لمعرفة الأسباب والمسببات. عجبا لهذه الكارثة. وهنا أيضا لا بد من طرح سؤال مهم للوزارة المعنية، ألا يوجد شخصيات كفوءة لدى الجهات الوزارية يمكنها كشف الحقائق في مياه نهر الفرات وما جرى في هذا النهر العظيم؟ الخسائر المالية تقدر حتى اليوم ب8 مليار دينار، مئات الأطنان من الأسماك عالية الجودة من حيث التربية والإنتاج
شلل واضح في سوق بيع وشراء السمك العراقي، عليه باعتقادي سيد الفاضل أنا على يقين بلا شك ولا تشكيك أن ما جرى هو خطة تم إعدادها بإتقان وامتياز وتم تنفيذها من الداخل بأروع ما يكون. طيب بداية أنا أعتذر منك ومن السادة المشاهدين، أخطأت في إطلاق تسمية نهر دجلة، عفوا هو نهر الفرات في محافظة بابل. ثانيا أستاذ أحمد، الجهات الرسمية، اللجان الرسمية المختصة، لجان الوزارات، الحكومة المحلية في المحافظة، حكومة المركز، ماذا كانت ردة فعلها؟ هل قامت بأي فعل لمعالجة هذا الأمر في المحافظة أم لا؟ من خلال حضورنا في مناطق يعني قضاء المسيب، عذرا انا ذكرت نهر دجله وهو نهر الفرات، نعم. معذره هو خطا يعني لفظي. ما جرى على ارض الواقع من يعني تواجد وفود وزاريه، وزاره الصحه، وزاره الموارد المائيه، الحكومه المحليه بالشقيه التنفيذي والتشريعي في بابل، اعتقد انه كان حضور خجول، اكتفوا فقط برؤيه ما يحتضنه النهر والانهر المجاوره من كارثه حقيقيه، واعتقد انهم برروا الموقف لانه عباره عن فيروس يعني اصاب الاسماك في مشاريع تربيه الاسماك المذكوره في مناطق قضاء المسيب والاسكندريه، وجرى ما جرى وعدوه قضاء وقدر. كيف قضاء وقدر؟ وان الذي شوهد وانا شاهدت بعيني بام عيني ان فقط يعني ليس فقط السمك الذي اصابه الموت، وانما هناك يعني ايضا كائنات حيه في داخل الانهر قد اصابها يعني الموت المحتوم، دلاله واضحه على انه بفعل فاعل، وان الوزاره لا تمتلك اي رؤيه واي نظره ثاقبه ودقيقه تجاه ما يدور على ارض الواقع، علما ان تلك المناطق هي يعني تشهد تنازع بين جهات يعني قد يعني لا احب ان اشير لها، تنازع داخلي فيما يخص تلك الجهات وصراعات بين المصالح فيما يخص قضية التجارة وترجيح كفة يعني دولة مجاورة على كفة التجارة العراقية سيما السمكية. نعم. الصحفي العراقي أحمد الحسناوي من محافظة بابل، كنت معنا في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك. وأنتقل الآن مشاهدينا الكرام لمشاهدة بعضا من تصريحات عدد من أصحاب المشاريع السمكية الذين تضرروا نتيجة هذا الأمر. الثروة الحيوانية يعني السمكية كلها انتهت الساي، يعني مال سمكة الشط انضربت، فنحمل احنا نحمل المسؤولين، نحمل الدولة، الدولة لها يد بهذا الشيء، ماكو هيك إصابة، ما صايرة عندنا إصابة، ايش قد صار لنا احنا بالأقفاص؟ تصير إصابة نسبة يعني 2% نعالجها تروح الإصابة، هاي الإصابة 100%، وبالمناسبة سدوا الطريق، خافوا عالم تلاحقت شوية على مال الأقفاص هاي. تعزل المسألة الى انه يعني انا بالنسبه لي اعزل مساله انه هذه الاضرار والاصابه اللي صارت انه بفعل فاعل، هسه ما ينعرف الفاعل، لكن لربما الاجهزه التحقيقيه والاجهزه الدوله وال يمكن البيطره تاخذ عينات من هذه الاسماك الهالكه، زائدا الحيوانات اللي بالشط الهالكه، الحيوانات اللي هي اصلا تعيش بالشط ايضا هلكت من هذه السموم. نطالب الدوله بتعويض اصحاب المشاريع اللي هذه المره تسبب كارثه بيئيه وانسانيه بكل بمختلف المقاييس، يعني هاي الثروه السمكيه بالاعتبار اقتصاد ورافد للبلد، احنا بالنسبه لنا دمرت الزراعه، دمرت الصناعه، بالنسبه للثروه السمكيه ايضا دمرت، بالنسبه يعني احنا اللي يجيك المستورد من الخارج ب 3000 دينار، بينما هسه سعر السمكه بالعراق صارت سعرها 1500 او مقارب 2000 دينار، هو سعر الطماطه 2000 دينار هسه. ينضم الينا الان حسن علي ابراهيم، احد اصحاب بحيرات تربيه الاسماك في قضاء المسيب، اهلا ومرحبا بك استاذ حسن. اهلا وسهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، بداية هل لك أن تصف لنا بداية المشكلة وكيف ظهرت؟ والله أستاذ احنا أنا عندي 25 قفص بيوم وليلة، وما نحس أن الصبح احنا باتمين قاعدين الصبح لقينا السمك كله مطوف، كله ميت على الإطلاق، نشيل السمك ميت قبل ساعتين كل شيء ما بيه،
طبع الصبح علينا بالليل احنا ما كنا ما بي الصبح انتهى السمك كليته. انا زارع 50,000 سمكه، 50,000 سمكه انا زارع، وصبع الصبح ولا وحده بيهن، ما عرفنا السبب شنو، اخذنا عينات اخذنا اله لحد الان ما وصلنا لاي سبب بالاصابه هاي، ما حد يعرف شنو المشكله. ناشدنا الوزاره، ناشدنا الزراعه، ناشدنا كل دوائر الدوله، ياخذون 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 عينات وما حدنا نتائج ماكو. طيب انت ما اعرف شنو سوى. يعني انت تقول انه انت زرع 50,000 سمكه يعني اغلبها كلها ماتت، رد فعل الجهات المختصة يعني نطتكم حلول، نطتكم شيء، هل كانت هنالك يعني تعويض مادي مثلا للمتضررين نتيجة هذه الأزمة أم لا؟ لحد هاي اللحظة قالوا جيبوا أسماءكم وأخذوا صور يمي أسماءكم المتضررة راح نعوضكم، وسوينا اللي طلبوا من عندنا وماك شيء، ومحد الآن كل شيء ماكو، وإحنا خسارتنا كل شيء كبيرة، أنا خسران 275 مليون دينار عراقي، زين هان العلف مالي بالدين، بالدين على الموسم اسدد ابو المعمل، هسه راح السمك كله، ايش راح اقول ابو المعمل ما اعرف. يا اما يلبوني بالسجين يا اما ما يعدموني ما اعرف ايش راح اسوي لي. يعني انت تشير الله يعني انت لوحدك استاذ حسن تشير الى مبلغ هائل، اضافه الى ال 275 مليون دينار، ربي عوضك ان شاء الله انه الاعلاف بالدين. يعني كم عدد المتضررين نتيجة هذه الأزمة الذين تعرفهم حضرتك؟ ما بس منطقتي، بس منطقتي، منطقة أبو لوكة لا يقل عن 500 مشروع، أقل مشروع 70 مليون، أقل مشروع 70 مليون دينار عراقي، هذا اللي عنده 4-5 قفاص، اللي عنده 10 واللي عنده 20 واللي عنده 30 قفاص وخسارة 200 مليون وفوق، مياية 200 مليون، واحد جواد اجواد انا جيراني ادري بي انا اعرفه انا مليار و300 مليون والله العظيم. طيب يعني هل تنون التحرك وتصعيد الامور من اجل التحرك يعني امام الحكومه في بغداد لحل الكارثه التي اصابت مشاريعكم؟ زارتنا وزير الزراعه اجانا ووزير البيئه واجوا الوزراء واجت المحافظات واجوا 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 القنوات وكل عالم اجت وننتظر فرج الله يعني. نشوف شو يسوون ما يسوون، ما احنا قدمنا العين والباق على الله. العين سويناه والباق على الله، واحنا هسه مو مشكلتنا هاي، مشكلتنا شنو راح يصير بينا يعني. نعم. ايش راح يصير بينا احنا باكر عقبه هسه اذا انتهت الازمه. هو السمك خلص. خلص هو كيلو السمك كان ب 13,000 دينار، وهسه اليوم اصبح ب 3,000 دينار عراقي. احنا هسه نريد ورا ما هو خلص السمك، خلينا نشوف المعامل من راح تدعين ايش راح يقولوا لنا. منين راح نسددهم يعني احنا ايش راح نسوي؟ احنا حايرين هسه وعوائلنا شلون بيها يعني؟ وكل عائله لا تقل عن 10 نفرات زين ذول ايش قد بطاله مشتغل بالسمك؟ هواي عمال نشتغل واحنا بالمعمل يشتغل والعامل يشتغل وبالسياره يشتغل واللي يحمل سمك يشتغل. زين هاي كلها راح تقعد يعني شلون ايش راح تصير؟ ايش راح تصير؟ ما حد يعرف. والعالم كلها دايخه واللي صابه سكر واللي صابه ضغط واللي 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 يتمرض واللي ما ادري شلون يطوجونا. نعم ربي يعينكم ويعوض عليكم. الأستاذ حسن علي إبراهيم أحد أصحاب مشاريع تربية الأسماك في محافظة بابل تحديدا قضاء المسيب، شكرا جزيلا لك. أعود إليك أستاذ نظير، يعني شخص يعني حالة مأساوية، هذا واحد يعني خسائر بمئات الملايين من الدنانير العراقية، وهي يعني مشروع حياتهم وسبب رزقهم. يعني ذكر رقم يقول احنا 500 مشروع بالمنطقة اللي هو بيها، فكيف يعني تخيل 500 على 200 مليون، هاي بها 10 مليار دولار يعني دينار عفوا، حقيقة خسارة كبيرة للاقتصاد العراقي ككل وكذلك الفرد العراقي الذي يعمل فيها. يعني هذا الكارثة لا تعني فقط خسارة الثروة، إنما معناها هي البطالة لكل العاملين في هكذا مشاريع. نعم. هي معناها إفقار لعموم لشريحة كبيرة من الشعب العراقي. يعني أنت ترى أن قبل يعني سنة أو سنتين قد
تم إبادة مدن كاملة في شمال وغرب العراق، الآن جاء الدور على المدن الجنوبية في عملية إفقارها وعملية تسميم المواطن فيها وعمليات مختلفة، لا نعرف ماذا سيخبئ لنا المستقبل من كوارث ستحدث بسبب هذا الفساد السياسي الحاكم في البلاد وبسبب هذه الجارة المارقة التي تصدر مشاكلها وفسادها وأمراضها إلى شعبنا العراقي. يعني موضوع فعلا حالة مأساوية يعيش الشعب العراقي. يعني ولفت انتباهي يعني قول الأخ الصحفي من بابل أن من الاحتمالات التي ربما ستستعملها الحكومة العراقية تنظيم الدولة أن تصدر هذه المشكلة وتلصقها بتنظيم الدولة كحال أي نظام فاسد ونظام دكتاتوري، غالبا ما يحدث مشكلة ويلصقها بمنظمة إرهابية كداعش للتخلص من تبعاتها. هذا ما حدث يعني في قتل الأقباط في مصر، هذا ما يحدث في سوريا، هذا ما يحدث في العراق وكثير من يعني أشار إلى أن تبرير الجهات الأمنية هو لتعويض خسائر تنظيم الدولة في المعارك التي حصلت. يعني التفسير غير يعني منطقي، غير قابل للتصديق. يعني ماذا سيجني داعش من عملية هكذا؟ كيف سيعوض الخسائر؟ يعني شيء غير منطقي. طيب انضم إلينا الناشط المدني الأستاذ سلطان المعموري، حياك الله سيد سلطان. اهلا وسهلا بك استاذ وبضيفك وبكافه مشاهدي قناه الرافدين الفضائيه. اليوم نحن على ابواب كارثه وليست ازمه، يعني الازمه تحولت الى كارثه في محافظه بابل والمحافظات الاخرى. يعني احد اصحاب المشاريع في المحافظه اشار الى انه وحده خسر 275 مليون دينار عراقي، ما بالك عن البقيه. يعني كيف ترون ردة فعل الشارع العراقي تجاه أزمة نفوق الأسماء؟ بداية يعني أحب أعقب على كلام ضيفك الكريم. نعم. حقيقة في كلام ضيفك كأنه الموضوع به تبرئة لتنظيم داعش من كافة جرائم. موضوع نفوق الأسماء من الغير منطقي أن ينسب لتنظيم داعش، وغباء من أي جهة أن ينسبه لتنظيم داعش. هو بسبب إهمال حكومي واضح وفساد حكومي مستشري في محافظاتنا وفي عموم العراق عموما. أما الخطاب بطريقة لتبرئة تنظيم داعش جميع إرهابه وجميع تنظيماته الفاسدة التي عاقت بالأرض والبلاد الفساد، أنا أقصد ذلك رفع قاطع. إذا سمحت لي أستاذ سلطان، بداية كان لدينا اتصال صحفي مع أحد الصحفيين اتصال هاتفي مع أحد الصحفيين في محافظة بابل، أشار إلى وجود 3 سيناريوهات الآن في المحافظة، واحد منها يلقي باللوم على الحكومة، الآخر يلقي باللوم على الدول الخارجية، وتبرير السلطات الأمنية في محافظة بابل بأن تنظيم الدولة هو من فعل هذا الأمر، عقب عليه الأستاذ نظير ليس بتبرئة وقال أنه لا يعقل هذا الأمر، ردا على ما قلته فقط سيدي. أنا أتفق على أنه غير معقول. نعم. تماما جملة وتفصيلا. نعم. أما موضوع وجود هكذا تبرير في محافظة بابل، أنا إضافة لعملي كناشط مدني، أنا صحفي في محافظة بابل ومتابع أول بأول إلى الأخبار، لا يوجد هكذا تصريح أن تنظيم داعش يعمل على هذا الملف. نعم. هذا بالبداية. أما موضوع التبريرات الموجودة حاليا، هو الأول أن بعض مربي الأسماك استوردوا كميات من الأعلاف كانت بأسعار مغرية لأنها كانت فاسدة وتسبب تعفن الغلاصم الذي أصاب أسماك الكاربي. نعم. في حوض الفرات. هذا الأمر تسبب بانتشار هذا المرض بين الأسماك بسرعة فائقة. يرجع السبب الرئيسي والخلل الرئيسي وسبب حكومي أكيد، يعني أين السيطرة النوعية في دخول هذه الأعلاف؟ أين الاعتناء بالثروة السمكية؟ يعني العراق فقد كافة موارده، النفط احنا اقتصاد ريعي، يريدون يقتلون كافة موارد العراق واللي هي يعني تتناسب طبعا. قبل أقل شهر يعني أعلن العراق أنه اكتفاء الذاتي من الأسماك وهو في طريقه إلى تصدير الأسماك إلى دول المجاورة. هذا الموضوع أنا لا أرى أن هنالك يعني تنظيم وراء هذا الموضوع، سواء تنظيم من الحكومة الفاسدة أو سواء تنظيم من الجهات الخارجية. الموضوع باختصار هو سبب إهمال حكومي وفساد حال كافة مفاصل الدولة وكافة الإجراءات التبعة فيه هذا البلد
إجراءات غبية أقل ما توصف وغير موفقة، وسببت كارثة حقيقية في محافظة بابل، والآن تمتد ربما ستصل إلى الكوت خلال 24 ساعة القادمة. أستاذ سلطان المعموري، لخصت لي ثلاثة أسئلة بجواب واحد ومختصر ومقتضب، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في هذه التغطية. في سؤال أخير أستاذ نظير، وهو كيف تنظر لموقف الأحزاب المحسوبة على إيران من هذه الأزمة؟ يعني الآن موقفها هي موقف الصامت أو موقف التبريري، خاصة بيانات التي تصدر عن وزارة الزراعة، يعني هي مواقف تبريرية وتحاول أن تبعد مسؤوليتها عن الكارثة التي حدثت. لكن أنا أقول شيء أخير، يعني نحن في على أثر كل يعني مشكلة كبيرة أو أزمة يعني عظيمة تحدث في العراق، نقول إنها بسبب الفساد الذي يجري في المنظومة السياسية الحاكمة وبسبب التدخلات الإيرانية، ولكن إلى متى نحن نكرر هذا القول؟ يجب أن يكون هناك خطاب نابع من الشعب العراقي بضرورة التدخل الدولي في حل مشاكل العراق. مشاكل العراق سواء كانت مشاكل اقتصادية أو مشاكل أمنية أو مشاكل من أي نوع من الأنواع هو بسبب النظام السياسي الحاكم في بغداد، وبالتالي نحن مستمرين في مسلسل يعني لا يتوقف. إلى متى؟ هل ننتظر أن يباد الشعب العراقي؟ هل ننتظر أن يهاجر العراقيين كما هاجر شعب هندراوس وخرج وترك البلاد للفاسدين؟ هل ننتظر أن نصل إلى هذه النتيجة؟ نعم. يجب أن يكون هناك تدخل دولي من خلال مؤتمر عام لحل مشكلة النظام السياسي الحاكم في العراق، وإلا فإن مسلسل الكوارث سوف يستمر ولربما نصل إلى مستويات أعلى من التي نراها الآن. نعم. شيخ عبد القادر النائل، أعتذر على الإطالة وأعود إليك. يعني البعض يرى قضية ارتفاع الملوحة في النهري العراق أو في نهر الفرات تحديدا في بابل نتيجة قلة الإطلاقات المائية، هنا اللوم واللائمة، لست أنا من أقول ذلك، لكن المعاهدات الدولية تقع على عاتق الحكومة العراقية. هل ترون الحكومة العراقية فعلت ما يلزم للحصول على حصص العراق المائية بشكل كامل؟ الحكومة لم تفعل شيء بالمطلق، بل هي حقيقة تنتظر الأمور، وهي حكومات وأطراف سياسية ذات تجاذبات لمخابرات إقليمية، وهي لا تنبع من واقع الشعب العراقي حتى تحافظ على مصالحه، وهي لم تقدم أي خطوات حقيقية، لأنها لو كانت جادة لذهبت باتجاه شكوى في مجلس الأمن الدولي على سياسة إيران في قطع 42 نهر مهم من مياه مشتركة وأراضي مشتركة بين العراق وإيران، وبالتالي حقيقة هي لم تحترم نفسها ولم تحترم سيادة الشعب العراقي ولم تحترم مصالح الشعب العراقي. ونهر الفرات ليس فيه ملوحة، إطلاقات نهر الفرات حقيقة لم تعاني من أي مشاكل لهذه اللحظة، وليس عليه معامل ومخلفات قوية، وبالتالي هو حقيقة مياهه عذبة كما أسلفت لك، هو ينتقل إلى المواطنين رغم أن هناك عدم وجود تصفية، لكنه إلى هذه اللحظة لم يؤثر على حياة المواطنين بالمطلق. لكن ما يجري حقيقة هو أن الحكومات الموجودة الحالية والأحزاب السياسية هي المسؤولية المباشرة تقع على عاتقها، وينبغي على المواطنين المتضررين في بابل اللجوء إلى شكوى قضائية ضد هؤلاء الأطراف السياسية بطريقة واضحة، ومن ثم التظاهرات والاعتصامات للمتضررين مع عشائرهم من أجل انتزاع حقوقهم التعويضية، لأنه من الواجب أن يعوض هؤلاء عن خسائرهم، كما من الواجب أن يعوض المحافظات التي دمرت لبناء منازلهم. هكذا حقيقة الحكومة تغفل عن هذه الإطار بالكامل. الكاتب والمحلل السياسي الشيخ عبد القادر النائل كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك. وشكرا أيضا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ نظير كندوري كنت معنا في استوديو تغطية خاصة، شكرا لك. حياكم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا لهذا اليوم انتهت، نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم، وإلى اللقاء.